إن الحمد لله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للمؤمنين ومفزعا للخائفين ونورا للمستوحشين، والصلاة والسلام على إمام المصلين والمتهجدين وسيد الراكعين والساجدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. موضوع خطبة هذا اليوم إن شاء الله قيام الليل بين العلم الحديث والدين، فإن قيام الليل هو ذأب الصالحين وتجارة المؤمنين وعمل الفائزين، ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم فيشكون إليه أحوالهم ويسألونه من فضله، فنفوسهم قائمة بين يدي خالقها عاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات وتقتبس من أنوار تلك القربات وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Our topic today is about Qiyam al-Layl, to pray at night. Between signs, what the signs said about that, and between religion. What the religion said about this. SubhanAllah, there is so many benefits in praying at night, especially in the last third of the night. And SubhanAllah, we found so many ayats about this, to pray at night, and so many hadith, as we're going to see inshaAllah. Allah SWT says in Surah Sajda, their sights forsake their beds to invoke their Lord in fear and hope. وقال تعالى في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Allah SWT says in Surah الذاريات: they used to sleep but little by night, and in the hours, the last hours of the night, they used to make istighfar. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. Another ayah: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah SWT says, is one who is obedient to Allah, prostrating himself and standing during the hours of the night, feeling the hereafter and hoping for the mercy of his Lord, say, are those who know equal to those who know not? It is only man of understanding who will remember. وقال الشاعر: يا رجال الليل جدوا رب داع لا يردوا. نتكلم إن شاء الله عن فضل قيام الليل, the benefits, the fruits, the virtue of praying at night. أنه سبب لدخول الجنة, it's a cause to enter the paradise. عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام.
Prophet said in an authentic hadith, all mankind, spread peace, spread salam, and feed, and make salat at night. You will enter Jannah in peace. And now sharaful mu'min is the honor. Praying at night is the honor of the believer. عن سهل مساج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزى به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فسهل مساج But Jibreel came to him and he said to him, live whatever you want to live, you will die. Love whatever you want to love, you will leave him one day. And do whatever you want to do, you will be asked about it. And you should know that the honor of the believer is in praying at night. And the qiyam al-layl yafsahu abwaab al-khayr. Qiyam al-layl, praying at night, opens the door of benefits, of khayr, of goodness. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة معنى وقاية والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإنا رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Prophet said to Mu'adh radiallahu anhu, shall I tell you about the doors of the good? Fasting is a protection. And the sadaqah, it raises the sins. And praying at night too. And then Prophet ﷺ recites the ayah in Surah Sajda. Their sights forsake their beds to invoke their Lord in fear and hope, and they don't know what Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for them on the paradise. أن قيام الليل يقرب الله سبحانه وتعالى للعبد. قيام الليل يقرب الله سبحانه وتعالى للعبد. عن عمرو praying at night makes Allah سبحانه وتعالى very close to the servant. عن عمرو بن عبسة أو بن عبيسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. The closest time when Allah subhanahu wa ta'ala be close from His servants is at night, on the last third of night. أن قيام الليل يطرد الغفلة من القلب. It expels the negligence or the neglecting of the heart. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكسب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أي الذين لهم أجر قنطار. Prophet says whoever prays at night with 10 ayah, 10 verses, he won't be written among the neglectful. And whoever prays with 100 ayah, he will be written among the Qanitin, the righteous. And whoever prays with 1,000 ayah at night, he will be written above Al-Muqantarin, those they have much reward. أن الله سبحانه وتعالى يقدر بالسؤال والعطاء. That Allah سبحانه accepts the دعاء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. واش تصنع السبب الله سبحانه وتعالى comes down to the lower heaven and in the night of course and start asking and calling. Whoever wants something, I give him. Whoever wants me to forgive him, I will forgive him. Whoever has a dua, ask me something, I answer his dua. أن قيام الليل يورث غرف الجنة. It's a cause of جنة. Special rooms in جنة. Special palace. عن علي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والنهار.